ننتقل إلى صديقتنا سارة. سارة أنت هون؟ سارة الحجي. نعم، أنت معك. معلش تعرفينا عن نفسك يا سارة؟ أنا سارة الحجي من مدينة حلب، عمري 16 سنة، بدرس بالصف 11، ومن هواياتي القراءة والتمثيل والتصوير والعمل على برامج الحاسوب بشكل عام والتصميم. أهلا وسهلا يا سارة. طيب شو هي موهبتك اللي رح تعرضيها عنا اليوم؟ هي العمل على الفوتوشوب، يعني قريب من التصميم. إذن سارة تحب التصميم، ولكنها تربط التصميم برسالة توعوية دوما، وحتى تفهمون ما أقصد دعوني أريكم بعض من أعمال سارة. مثلا هذه، أريد من أصدقائي أن يشاركوني ما الرسالة التي تصلك بمجرد أن رأيت هاتين الصورتين. يعني برأيكم شو الشيء اللي عم يجيكم، يعني شو تعليقكم لما بتشوفوا هيك صورتين جنب بعض؟ بدي أسمع منهم قبل ما أسمع من سارة برأيها من هذا الموضوع. نزلة تمام، أنت بس رجعي لي على الصورة بعد إذنك. يلا من غير ما أقلكم طلعوا لي العشر فروق، لأنه هذا مش موضوعنا. تمام أنت. أغلى الصورة زايدت لها مكياج، يعني بشرة مبيضة، مزغرت لها أنفة، كبرت لها عيونها، وكمان شفايفها كانوا كبار فمزغرتهم كمان شوي ومغمقتهم أكتر. طيب هي شو عاملة بهاي الحالة؟ يعني برأيك لما مغيرة الصورة. تمام، لما أكيد هي بدها تغير الصورة، هي عم تعمل فوتوشوب، بس قصدي لما سارة بتنشر الصورتين هيك جنب بعض، شو الرسالة اللي بدها توصلها؟ ممكن حتى نروح لمثال تاني مثل هذا المثال، هذا كان كتير إكستريم يعني، إنه زيادة. شو الرسالة اللي حابة توصلها سارة من هيك صورتين؟ أنا بقول لك عن سارة. تفضل، مين اللي عم يحكي؟ عن سارة إنه نور. نور، قول يا نور. عن الحقيقة أجمل من إنه الواحد إنه حقيقته أحلى من إنه يكون تغير أو شيء هيك. شكراً. إنه يكون متصنع. شكراً. طيب خلونا نسمع من سارة، لأنه أنا كمان حابة أسمع من سارة وجهة نظرة بالضبط. سارة، شو الرسالة اللي حابة توصليها أنت لما بتنشري هيك صور، أو لما بتعدلي بهي الصور بهي الطريقة وبتنشريهم جنب بعض بالعادة؟ هيك صور أنا بعدلها على الفوتوشوب بكون الهدف زيادة الوعي عند البنات أو عند الناس يعني بشكل عام، أيوس أو بحالهم، ويعني يكون عندهم ثقة بنفسهم بحالهم، يحبوا شخصيتهم. نحن يعني هلا بعصر السوشيال ميديا عم نشوف صور ممثلات والفنانات والمشاهير شد بيتمتعوا بجمال وأجسام مثالية، ونسبة كبيرة يعني طبعا بيصدقوا هذا الشيء، والمشكلة إنه الأشخاص عم بغيروا من حالهم بسبب هيك صور. يعني كتار هلا مثلا صار إنه ما بينزلوا صورة أو يعني بيطرحوا صورة لإلهم إلا بفلتر معين وبعد تعديلات معينة. فهي المشكلة يعني إنه واحد هي مثل أي هدول صورتين شوية تعديلات على الفوتوشوب طلعوا كتير بيرفكت وكتير تمام، إنه نحن ما لازم أي صورة نشوفها لأي حدا فورا إنه نحن بدنا نغير من شخصيتنا من ملامحنا من الشيء اللي الله خلقنا عليه، ويعني ننقل يعني نغير بحالنا لحتى نصير مثل شخصية معينة مشهورة. فإنه الهدف في واحد يضل مثل ما الله خلقه، هي الخلقة التامة اللي رب العالمين هي أحسن خلقة خلقه فيها، ما راح يحسن يعني حصل خلقه أفضل وبس. شكراً جزيلاً يا سارة. من أحلى الشغلات على فكرة أن الواحد يكون عم يعمل شيء بحب وشيء بده مهارة، وخاصة أنه تستخدمي مهارات الحاسوب بهي الشيء، وبنفس الوقت بيكون في عندك رسالة توعوية. يعني مثلا هي مو فكرة انه بس انا نزل صورة والصورة طالعة كتير حلوة وهيك، لا، الصورة انه انا عم وعي الناس وعم ورجيهم كيف اليوم السوشيال ميديا او البرامج خليني اقول عم تقدر تغير كتير وتعمل كتير فروقات، وبعدها بتعمل امراض نفسية وما الى ذلك. بدي اسمع تعليق الاصدقاء هون عن سارة ورأيهم بموهبة سارة، وكيف برأيهم انه هن ممكن يشجعوها او يخلوها تطور من حالها. ابتسام العثمان. موهبة كتير حلوة وأنا بشجعها على الشيء هذا، لأنه عم شوف كتير بالسوشيال ميديا مثلا الممثلين أو ممثلات أو الموديل البنات عم يغيروا كتير بملامحهم مشان المشاهدات أو مشان المصاري أو مشان أي شيء إعلانات،
فكتير ناس عندها الوعي ضعيف أو شيء بتروح تقلد نفس الشيء، بتروح تسوي عمليات تجميل وهيك، ما بيوثقوا بنفسهم. فالرسالة اللي عطتني إياها هون يمكن سارة، ما بعرف نسيت اسمها، إنه الثقة بالنفس وعدم تصديق أي شيء بالسوشيال ميديا. برافو، شكراً كثير يا ابتسام على رأيك. طيب في حدا عنده إضافات أصدقائي قبل ما كفي حكي مع سارة؟ تمام. سارة، كنت بدي أسألك أنت كيف تعلمتي هاي المهارة والموهبة، أو الموهبة يعني، وشو اللي خلاكي تتعلميها؟ ما كان إنه في يعني شغلة طويلة أو قصة طويلة وهيك. السبب كان إنه بابا كتير يعني بحبنا إنه نتعلم شغلات متعلقة بالحاسوب ومجال الحاسوب، وإنه يعني الحاسوب بشكل عام والإنترنت لغة العصر. وأنا يعني عندي نوعا ما شغف وحب بهذا المجال، فصرت إنه أدخل على موجود عنا لابتوب، أدخل على الفوتوشوب شوي من النت، أنا هيك لحالي أحاول أكتشف. ولما تعلمت عليه شوي يعني لما تعلم عليه بس ما وصلت لكتير مرحلة متطورة فيه، وصرت إنه بشتغل شغلات لما بيلزمني أو هيك يعني. برافو عليك يا سارة. طيب من أمتى بلشتي تتعلمي أو تمارسي؟ تقريبا من بداية 2021. أو يعني ما صلكش جديدة. إيه. طيب برأيك كيف ممكن تطوري هاي المهارة لحتى تصير شيء احترافي أكثر؟ أنا يمكن تطوير هذه المهارة يعني من خلال العمل عليها ضمن برنامج الفوتوشوب أو أي برنامج شبيهة، ودائما الاطلاع على نماذج من عمل أشخاص آخرين على الإنترنت ممكن تكون موجودة، واستخدام هاي الموهبة بحل مشاكل اجتماعية أو توعوية. حلو. حلو كتير يا سارة. طيب أنت بالمستقبل شو حابة تكوني؟ إن شاء الله طب يعني. إن شاء الله. معناها هاي الموهبة رح تفيدك ولا لا يا ترى، ولا رح تضل هواية وموهبة على جنب؟ هلا ممكن تفيدني، لأنه أنا كمان بحب إنه مستقبلاً أنشر كتب وروايات، وبحب أنا أصمم الغلاف يعني. كتير بحب إنه تصميم غلاف الروايات، فأي ممكن تفيدني. جميل جدا يا سارة، يعطيك ألف عافية، ونتمنى لك كل التوفيق.